طب بقول لك ايه؟ ايه؟ تعالى اقعد هنا. انا هنام هنا. جاني بنام هنا. ما تنام انت على الكنب وانا انام هنا يا خال. يا جدع ما يصلحش شو تعالى معايا هناك. ده انت عليك تحكمات. فاطمه. ايه؟ بقول لك ايه؟ قومي حضري لي لقمه اتعشى بيها. لا ودي وقعت ايه دي؟ احنا ناقصين. ايه؟ ما يصحش. انا واقع من الجوع. واقع من الجوع يا مرات خال. من صباحية ربنا لحد دلوقتي على كوباية سونية. سونية؟ ايوه بتاع حبيبة كده. هاتيلي جنب الاكل اللي هتجيبيه بحلي بصل. بقيت يتيم يا خال. معلش معلش استهدى بالله بكره تنسي. انسى ازاي وانا جعان كده؟ دلوقتي تاكل وتشبع. اديني قاعد اما اشوف. شد حيلك يا ولد. ايه؟ ما بتاكلش فول ولا ايه؟ فول ايه يابا؟ شد على الله، ده احنا فينا الصحة تهد جبال، انت فاكر نفسك ليه؟ قوم جامد قيمتك، قوم! معلش يا راس العاج، معلش، الواد جديد لسه. مولة الناس يا بوي، ما الحرام ولا ايه؟ ايه طول بالك؟ نطول على الاخر. لا طول بالك، طول بالك يا ريس، احنا اللي يعجبك قوي ما يهمكش اي حاجه. قلت لك قوم، قوم يا فجري. خد بايدك خد. قوم يا غشيم. أهياني 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 أه أهياني أهياني أه أهياني أهياني أه أهياني أهياني ياني ياني أهياني. جراه يا جدع، مزجت حسب الله هي ولا إيه؟ ما احناش عارفين ننام. مزجت حسب الله؟ المزجت حسب الله إيه؟ كاك حش وسطك يا مرات خالي. اهو انت مش كفايه جاي تاكل معانا اكلينا وتشاركنا في منامنا؟ هتوقع لنا كمان يا ولية. يا عيب يا ولية. اسكت انت، انا مش ناقصاك. من فلاحتك قوي يا اخويا جايب لنا شحط يشاركنا في الاوضه. ايه ايه يا راجل انت ما صدقت. حلو هو صحيح هو ما صدق. حلو قوي ما صدق دي. انا فهمت انت عايز ايه. قوم يا خالكك حش وسطك انت راخ. قوم يا راغب. ما تشد حيلك امال يا حسن. ايه؟ شد على الله يا خالي، بس القصعه دي تقيله قوي. ما عندكوش حاجه شيلها خف من المسلح دي؟ عشر ايه امال؟ بلوزي بلوزي. حلوه يا خالي، حلوه منك قوي. بلوزي. ايه يا جدع انت واقف عم ترغي وتضحك ليه؟ معلش يا ريسني. ايه اعمل لك همه وروح شوف شغلك يا جرونجي. حاضر حاضر يا ريسني. شيل يا عم شيل يا عم. هات يا خال. ايوه شيل. ها شيل يا عم. يلا شيل. يا ولدي خمة فنك. يا نهار ازرق. ايه اللي حببته دي؟ معلش يا خال، ما هي المونه طهري. طهري ايه؟ ايوه طهري، تقويه وتجمده. ما هديه في تيمين مسلح تخليه زي البغل بدل ما عامز الحمار كده ده حمار. هتقول ايه يا ولد؟ طيب مخصوم لك يومين. وانا كنت حيت اشتغل عشان تخصموا لي؟ هشتغل على النوت تاني. اخرس يا علي اخرس. خرست يا خالي خرست. اخرس يا علي وعبي يا جرانجي. اجري. حاضر. كبدها في تنيتك وانت زي البغل كده. كتحش وسطك. بقول لك ايه يا حسن؟ ايه؟ ايوه يا خال. انت مش تعشيت؟ لو كنتوا عايزين تسموا الاكل اللي انا اكلته ده عشيه يبقى انا اتعشيت. طب ما تنام بقى. مش جاي لي نوم يا خالي. طب اقول لك على فكره. قول. ايه رايك لو تنزل تتمشى شويه؟ اتمشى اروح فين في ساعه زي دي؟ ايه؟ روح في اي حته يا اخي؟ اقعد لك على قهوه؟ لا قهوه ايه يا خالي اللي راح اروح؟ اول مره الاقي خال عايز يتلف اخلاق ابن اخته. شويه شويه تقول لي شبوري. خلاص خلاص سيبه قاعد.
قالت لك سيبه قاعد اهو. طب اقول لك ايه؟ نعم. ما تروح ده تشتري لنا شاي. شاي اللي هشتريه يا خال؟ ما انتوا عندكم شاي اهو. ايوه صحيح احنا عندنا شاي ايوه، انما بيقولوا فيه صنف جديد حلو نزل قوي بيعمر المخ. طب ما تروح تشتريه انت وانا استنى هنا. يا عيني حزوا هاد الشاي. طب اسمه ايه الشاي اللي انت عايزنا اشتريه ده؟ اسمه شاي ام حسن. شاي ام حسن؟ ايه حلو قوي. حتى ام حسن اخترعوا لها شاي. وبعدين بقى؟ حاضر يا خال، حاضر ما تزعلش. هقوم اشتري شاي ام حسن. حاضر. فوتكم بعافي. بقول لك ايه؟ ايوه. اوعى إيوة ترجع من غير ام حسن. حاضر يا مرات خال، ده احنا ليلتنا انس. هنشرب الزردة اللي هي زردة ام حسن. ما قلت لي الا انت مالك لازق فيها كده ليه؟ وانت مالك انت يا اخي؟ كانت ملة على ودانك يا مرات خالي. ما قلت ليش يا خال دلوقتي انا اشتري الشاي ده بكام؟ يا اخي باللي يقول لك عليه. حاضر. انتوا مش كنتوا قاعدين هنا؟ ايه اللي جابكوا هنا؟ يا اخي وانت مالك لحد الشاي؟ هو اسمه شاي ايه؟ شاي ام عني ام حسن. حاضر يا خال. حاضر. دي العيشة تقرف يا اخي. معلش ما تخليش بالك. ما هو بني ادم على نياته وشرب المقلب هيفضل يلف طول الليل يدور على شاي ام حسن مش هيلاقي. لو احنا بقى خدنا راحتنا. شاي ام حسن. الا انتوا مش كنتوا هنا؟ ايه اللي جابكوا هنا دلوقتي؟ يا بني ادم روح هات الشاي. هو اسمه شاي ايه يا خالي؟ شاي ام خليل. لا اسمه شاي ام حسن. طالما انت عارف تسالني ايه؟ حاضر. يلا. انت مالك لازم فيها كده ليه؟ قول لي انت مالك انت؟ أنا خايف على العيال اللي تحت لا لوح خشب يقع فوق دماغ حد فيهم. مالكش دعوة. حاضر يا خالي. خد الباب معاك. أنا بقول آخد العيال معايا عشان أنا خايف عليهم. لا غير هسيبهم مالكش دعوة بيهم. حاضر يا خالي. حاضر. حاضر يا خالي. أوعى بقى. إديني شاي أم حسن الله لا يسيئك. شاي إيه؟ أم حسن. يا ابني مفيش حاجة اسمها شاي أم حسن. كده برضه يا خالي عملها فيا. لازم عندهم اكل عايزين ياكلوهم من ورايا. امال ايه الايه اللي هناك دي؟ مسكويت. مسكويت؟ ايوه. مسكويت. وايه اللي فوق دي؟ ورقة تواليت. ورقة تلاويت؟ ايوه. بيعملوا بيه ايه دي؟ وايه الاحمر دي؟ شاي. شاي ام حسن؟ مفيش يا ابني ام حسن. طب هات هات الشاي دي. حاضر حاضر. خد خد زهقتنا يا شيخ. ايه؟ هو الحي يرجع؟ افتح يا خال. ما تردش عليه. انتوا في ايه قال؟ انتوا بتعملوا ايه؟ جبت شاي ام حسن؟ ايوه امال جبت شاي ام حسن. جبته. فين؟ جبته اهو. اهو شاي ام حسن اهو. مش دي شاي ام حسن. الا انت بتعرف تقرا؟ لا. عرفت منين انه مش شاي ام حسن؟ هو شاي ام حسن وام حسن عليها ايه؟ طب فين زوم الخمد؟ انا مش هتخم؟ ايه؟ اللي عايز يتخمد يتخمد هو. عايزه تتخمدي يا مرات خالي؟ انا اتخمد. انا زهقت. انا عايزه اتطلق. الا تتطلقي ليه؟ ما انا جبت لكم شاي ام حسن اهو. اغرس انت اغرس. حاضر. اديني خلصت يا اخوي. اديني خلصت. بس بالك انت تتطلقي لان ده ما تعشيرش. امي كانت تقول عليه كده. اي أيوة والله. قولوا لابوها ان كان جعان يتعشي. قولوا لابوها ان كان جعان يتعشي. انا عايز افهم ايه الحكايه بالتمام. Thank you.
ما هي المونة اهي اكده والجمال هتستعملي اصلها تقيلة قوي يا ريس يا ريس بيري حلوة دي خفتك اللي تجيلي لا والله يا ده اهدي انت هتحضر معاي طيب غور من قدامي وما تستناش عليه غور ما تشتغلش هناك كيف ايه الولد ده ما يشتغلش هنا وما يستناش ولا دقيقة واحدة بس ما تقولش ولا الكتم يا